مشاهد العنصرية الفجة التي أتقنها الجيش الأوكراني جعلته علامة فارقة، ومشهد منع النازحين من ذوي البشرة السمراء من صعود القطارات كاف لهز الرأي العام العالمي. ليالي من البرد القارس ومعاملة اكتسب طابعا عنصريا زادت من معاناة مئات الأفارقة على الحدود البولندية وهم يحاولون الجاهدين مغادرة أوكرانيا. أيام من النزوح المتواصلة كشفت المعايير الأوكرانية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون موحدة، لكن التطورات كشفت السياسة الغربية والكيل بمكيالين. جانب آخر من العنصرية الغربية ظهرت ملامحه في ملاجئ النازحين على الحدود الأوكرانية التي طالتها سهام العنصرية الباغضة. ملاجئ تفتقر إلى أبسط سبل الحياة سواء في التدفئة أم في حالات الاكتظاظ في الغرف، مقارنة بتوفير المستلزمات كافة للاجئين الأوكرانيين. دول تشدق مسؤولوها ببيانات الاستنكار والإدانات، لكن الغريب هو غياب المنظمات الدولية عن العنصرية الغربية، ولا سيما أن عشرات الجامعات الأوروبية طردت آلاف الطلاب الروس بحسب مفوضة حقوق الإنسان في روسيا. على وقع الإنسانية الغربية المزيفة التي ميزت بين أسود وأبيض وبين أوكراني وروسي وبين أوروبي وأسيوي، يرسم الغرب صورة وحشية على الحدود وفي الممرات الإنسانية ركيزتها العنصرية.